وللحديث عن الذكرى الثالثة لثورة تشرين ودلالات خروج تظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات، معنا عبر الهاتف من بغداد مسؤولة مكتب العلاقات الخارجية في البديل الثوري للتغيير السيدة آلاء العزاوي. أهلا بك معنا أستاذة آلاء. أهلا وسهلا، مرحبا بحضرتك وبالمشاهدين. حياكم الله. أستاذة آلاء، يعني عشرات المصابين وحالات الاختناق في تظاهرات اليوم في بغداد، لماذا أصر متظاهرو تشرين على الخروج رغم كل هذه الإجراءات الأمنية والتحضيرات منذ أكثر من أسبوعين لقمع هذه التظاهرات؟ نعم، بخصوص القمع، نحن يعني متعودين انه من هذه الصغمة الموجودة في المنطقة الخضراء، الأسلوب القمعي، الأسلوب الإقصائي، أسلوب إلغاء الآخر، متعودين الناس منها، والشباب ما عاد فيهم هذه الأساليب. الشباب خرجوا من أول يوم ب 1/10/2019 لاستعادة وطنهم، طالما لم يحققوا هدفهم المنشود راح يظلون إلى أن يستعيدون الوطن إلى أهل الحقيقيين، فلا عاد يخيفهم قمع، ولا عاد تخيفهم إصابات بالرصاص الحي، ولا عاد تخيفهم استخدام الأسلحة، قنابل المسيلة للدموع وقنابل الغاز، كلها أصبحت أشياء اعتاد الشباب على استنشاقها وهم مصرون للوصول إلى هدفهم المنشود. يعني من 2019 إلى الآن، ما الذي تغير بعد 3 أعوام من الثورة، وكيف استطاعت ثورة تشرين أن تعيد ثقة العراقيين بأنفسهم وقدرتهم على التغيير؟ طبعا هناك نقاط تحول كثيرة في الحقبة السوداء من 2003 إلى 2019، لكن تشرين بالذات هي نقطة تحول، لأن جاءت بعد انه المواطن البسيط اعتاد على وجود هذه الوجوه العميله في المتسلطه على رقابهم لما يقارب ال 20 عام. خروج الشباب في تلك الثوره العارمه اعاد الامل لنفوس العراقيين. اود ان انوه في هذه المناسبه وهذا اليوم انه الثوره مستمره، الثوره لم تنقطع يوما، ربما تحول شكلها من شكل الى اخر نتيجه الظروف التي احاطت بالبلد وبالعالم بشكل عام، لكن الثوره مستمره لم تنقطع نهائيا. هذه الثوره هدفها مثل ما قلت لحضرتك هي ثوره كرامه وثوره وطن، ليست ثوره متطلبات ولا ثوره تحميلات ولا من اجل ذوء الحمد لله العراقي، رغم كل الظروف اللي احيطت به ولكل القمع اللي تعرض له، لكن لا يزال الحمد لله الخير يملأ العراق. هذه ثوره كرامه. نعم، يعني امام هذا الواقع السياسي المتشظي والصراع ايضا، الى اي مدى اثبتت ثوره تشرين برايك ضروره اسقاط العمليه السياسيه واحزابها الذين بطبيعه الحال اوصلوا البلاد الى هذه النقطه؟ أكاد أجزم لك إن العراقيين جميعاً، إذا حتى لا نعمم ونقول جميعاً، أكثر من 90% مؤمن بضرورة إسقاط العملية السياسية، وهو يعرف جيداً أن عملية إسقاطها بادت قاب قوسين أو أدنى، وبفعل شعبي وبفعل عراقي صفر بدون أي تدخل خارجي، لأن هذه الفئة السياسية اللي موجودة فئة عديمة الإحساس. أنا يعني حقيقة لا أعرف ماذا نستخدم من مصطلحات لوصفهم، يعني حتى دستورهم اللي هم صدعوا رؤوس العراقيين بالدستور وبالدستور، الدستور صار لما يقارب سنة هم نفسهم انتهكوا، هم نفسهم انتهكوا، لا مدد دستورية، لا التزام بقانون، لا احترام لحقوق إنسان، لا احترام لحق مواطنة، يعني فئة ضالة بمعنى الكلمة، فئة تتلاعب فيها أجندات خارجية وكل واحد فيهم يتبع لجهة، وهذه الجهة هي قاعدة اللي تتلاعب فيه وقاعدة اللي توجهها شلون يتصرف، مع حضور دائم لمصالحه الشخصية والفئوية. أما المواطن، أما الوطن، فهذا خارج حساباتهم تماما. المواطن ما راح يسكت إلى الأبد على هذا الوضع. إحنا عراقيين،
احنا اهل هذه الارض، اهل بلاد الرافدين اللي علمت الناس الكتاب القراءه والكتابه. نعم. هي اللي اخترعت مبدا القانون. معقوله احنا بهذا الزمن وبهذا العصر ينحدر بينا الوضع بسبب هذه الوجوه؟ كل الموجودين بالعمليه السياسيه هم الثوره تشرين خرجت لاصحابهم، لا وجود لاي شخص منهم خارج هذه الحسابات. نعم. شعار الثوره اسقاط النظام هدفنا. نعم. هذا شعار الثورة سيدة. نعم سيدة، مستمرين إلى أن نصل إلى سيدة آلاء. يعني في حدث منفصل، انهار مبنى سكني في الكرادة في بغداد وتسبب بسقوط ضحايا. السؤال هنا، أين السلطات الحكومية من عمليات التدقيق على المباني والبنى التحتية، وكيف أسهم فساد الأحزاب بتواصل حدوث كوارث في العراق؟ أخي أنا أجبت قبل دقيقتين بأثناء سؤالك الماضي، مثلت كل شيء يحفظ في حساباتهم أجسادهم ومصالحهم الشخصية إلا الوطن والمواطن. هذه إحدى حالات الفساد، إحدى حالات الفساد. ابحث عن الموضوع عن أصوله، راح تجد أنه هي صفقة فساد لجهة معينة، مسدودة من جهة معينة أو واجهة لجهة حكومية أخذت استثمار هذا المكان وبنتها بطريقة غير مطابقة للمواصفات في ظل غياب الرقابة بشكل تام. كل مناطق الحياة في العراق لا توجد رقابة. نعم. لا مؤسسات تعليم، لا مؤسسات صحة، لا قضاء، لا مرور، بكل مؤسسات ومرافق لا وجود للدولة. أخي لا وجود للدولة في العراق. نعم. يطلع رئيس الحكومة يعني بكل عدم حياء يقول أنا وجهت بعدم قمع المتظاهرين، وهذا انت ليش عندك سلطة على نفسك حتى انت وجهت من؟ انت نعم. ما تشوف القمع اللي دا يصير بالشوارع شلونه؟ نعم. ألف شهيد، ألف شهيد. إذن أشكرك جزيلا عذرا للمقاطعة ولكن لضيق الوقت، الأستاذة آلاء العزاوي مسؤولة مكتب العلاقات الخارجية في البديل الثوري للتغيير، كنت معنا ضيفتنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لك.